مرحبا أعزائي، مرحبا فيكم مجددا على بيروت فراغرانس باشن. كل شخص جديد على القناة بتمنى يعمل سبسكرايب. مثل ما وعدتكم بالحلقة السابقة إنه رح نحكي عن بديل عطر ديور سوفاج إصدار أو دو بارفان، واللي هو من ميزون ألامبرا، من دار ألامبرا سالفو إنتنس. في السالفو الأساسي هو السالفو الأو دو بارفان، هو بديل ديور سوفاج الأو دو تواليت. السالفو انتنس هو بديل ديور سوفاج اصدار الاودو بارفان، اللي هو هيدا اللي حكيت عنه باخر حلقة، وقلت لكم رح اعمل مقارنة وخبركم عن تجربتي مع هالعطر. بداية رح نبلش بالبرزنتيشن، هيدي الفول برزنتيشن، تيجي بهذا الشكل. العلبة مثل ما شايفين لون كحلي مع اسود، ومستوحاة من علبة لديور سوفاج. اسم العطر سالفو انتنس، تركيز او دو بارفان، اسمه سالفو انتنس، هلا تركيز او دو بارفان، ساعة 100 ملي، علامة الالامبرا، الغزال، هولوجرام هون مشان التقليد. تقريبا هيدي شكل العلبة، بسيطة جدا وبتشبه كتير علبة لديور سوفاج. الزجاجة هيدا شكلها، يعني عاملين هيك مغيرين فيها شوي، إذا من هون هيك تضاريس. الكاب مغير عن السالفو الأساسي، بيجي حديد في وزن. السبراير الأسود، هذا السبراير كتير منيح، السبراير ريحة كمان جميلة جدا، وفعلا بتزك يعني قريب كتير، يعني شبه تطابق مع ديور سوفاج الأو دو بارفان. أنا رح أجرب تاني ميلة، أنا جربتهم مع بعضهم وسألت كذا شخص، ما حدا قدر يفرقهم، يقولوا لي إنه شو عم بتحذرنا، ما هو نفس القطر، يعني شو عم بتشممنا نفس القطر. سألت كذا كذا شخص، يعني الريحة كتير 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 قريبة، تطابق يعني 90% تطابق. هلا اكيد الديور اذا عم نحكي بالجودة بالمكونات، عم نحكي عطر سعره 120 130 دولار، هون عم نحكي عطر سعره تحت ال20 دولار، بس كريحة، كطابع ريحة، كاستنساخ للريحة، للستايل الريحة، هو ذاته نفس الريحة. يعني وقت تكونوا حاطين عطر وماشيين، ما حدا رح يجي يقلكم الجودة والمكونات والطبيعية والاصطناعية، هو اللي ما هو اذا انتوا ريحتكم حلوة رح تاخدوا عطر، ايه رح تكون ريحتكم حلوة، ما حدا رح يفوت معكم، هو اللي ما حدا بيحكيهم الا نحن هيك بنتفلسف بقصص العطور، انه مكونات وافتتاحية صناعية، هو الاخبار اللي بنحكيها كلها هيدي ما لها علاقة بالواقع. يعني بالواقع في يا ريحتك حلوة يا ريحتك بشعة، ما في، وهذا ناجح، عطر ناجح، يعني ما فينا نقول عنه شيء. اوكي، انه بالديور عم تشتروا اسم ديور، عم تشتروا الاسم، عم تدفعوا حق الاسم، هون ما في، هو شركة عم تعمل استنساخ، ما بهمها الاسم، ما بهمها شيء، بهمها تبيع العطر، بهمها انه تصيب العطر، هذا همها، يعني ما همها لا الاسم ولا تبيع جزادين ولا تبيع تياب، قطعة تياب كنزة أو جاكيت حقها 700 دولار و800 دولار، بهمها تبيع على العطور وتطلع إنه قريبة من الأوريجينال، هذا كل همها. فريحة كتير قريبة، يعني ما حد، أنا ما بقدر أفرقهم، يعني بيشبهوا بعضهم لدرجة يعني توأم، إذا بدكم نسخة 100% أصابوها الألمبرا بهذا العطر، جابوا هدف دقيق جدا، هدف 100%. هذا بالنسبة للسالفو انتنس، يعني في الامبروكسن نفس تقريبا نفس العطر، يعني ما راح فوت بالمكونات لانه هي ذاتها تقريبا. الامبروكسن اكيد متراجع، فات شوي سويتنس الفانيلا، بس انه نفس الريحة. هذا اللي بقدر اقول لكم اياه. بدكم ديور سوفاج او دو بارفان بسعر تحت ال20 دولار،
ما لكم إلا هيدا السالفة انتنس. أدائه 6 ل7 ساعات جيد جدا، يعني بالنسبة لأداء 6 7 ساعات ثبات مع فواحين جيد، أول ساعة ونص فواحين فوق المعدل كأول ساعة ونص. الفصول كل السنة بيمشي، وبيمشي بالشتاء حتى، أنا استعملته هلأ نحن هون فصل الشتاء كمان بيمشي بالشتاء كل أيام السنة، ما في أي مشكل، لأنه بذات الوقت فريش وفي عمق، في فانيلا، في هيك شوية سويتنس حسه في عمق، فبيمشي بكل الفصول. الإطراءات كمان جيد، الإطراءات انسألت عنه كذا مرة وأخذت إطراءات، إنه حلو العطر، شو هالعطر الحلو، شو هالريحة الحلوة، بتاخده عليه إطراءات لأنه عطر حلو، يعني ريحة نظافة على كلاس، على عطر جميل، يعني ما فينا نفس الأو دو بارفان ديور سوفاج. السعر تحت ال20 دولار، يعني 15 16 دولار، هذا سعره 120 130 دولار، هون يعني 10 أضعاف، 10 أضعاف، تتخيلوا؟ وراح تاخدوا نفس النتيجة تقريبا، يعني ما في هالفرق بالنتيجة، وراح توصلوا على نفس النتيجة، انه راح تكون حلوة بهيدا وبهيدا. ف يعني انا لو وقت اشتريت هيدا كان فيه سالفو انتنس ما كنت دفعت 120، هذا دفع 120 دولار، ما كنت دفعت 120 دولار، يعني انا هلا ما بدفع 120 دولار بقى لاجيب ديور سوفاج او بارفان، فبجيب هيدا العطر بدل، بكل صراحة عم بقول لكم اياها وضميري مرتاح. أعزائي، سالفو أو دو بارفان بديل ممتاز جيد جدا، صايبينها يعني نقشة معهم للألمبرا، بديل لديور سوفاج أو دو بارفان مع أداء جيد، فأكيد بنصحكم تجربوا. بتمنى أعزائي يكون عجبكم الفيديو، ما تنسوا تتابعوني، تعملوا سبسكرايب، وشوفكم فيديوهات جديدة. Hello guys, welcome back to my channel Beirut Fragrance Passion. If you are new, please subscribe. Today's video will be about a fragrance from Maison Alhambra, and it's Salvo Intense. Salvo Intense is meant to be a clone of Sauvage, Dior Sauvage Eau de Parfum. Okay, and first let's start with the presentation. Okay. That's the full presentation. Salvo Intense. Okay, you have the Salvo Eau de Parfum. This one is a clone of Dior Sauvage Eau de Toilette. This one is Salvo Intense, a clone of Dior Sauvage Eau de Parfum. They have a new one, a new release, Salvo Elixir. It's, of course, it's a clone of Dior Sauvage Elixir. Okay, but I haven't tried it yet. Okay. Salvo Intense. The box is very similar to Dior Sauvage box. Okay, it's Eau de Parfum 100 ml. Here you have the hologram and the buck, the Alhambra logo, the deer buck. Okay, that's the box. The bottle, okay, it's cylindric. The sprayer is black and the cap is different from Salvo Eau de Parfum. Okay, it's a metal cap, very heavy metal. Okay, you can kill someone if you throw it at someone. The sprayer, nice sprayer. Okay, nice distribution, and the smell I will put on the other hand. Dior Sauvage. It's almost identical. Almost identical. You can never tell the differences. Okay. I asked many people to smell my two hands, and they told me, "You are joking with us. You are making us smell the same perfume on your hands." No one could tell
the differences between these two. Okay, they are very similar. Maison Alhambra, they hit the jackpot with this one. Okay, they hit the target, and they gave us a very good clone, a very similar clone to Dior Sauvage Eau de Parfum. Okay, same notes. You can smell the citruses, the vanilla at the dry down. Okay, it's a little bit sweet. The ambroxan and the pepper are they are toned down and like same as Dior Sauvage Eau de Parfum. Okay, same smell. Performance wise, it's very good. 6 to 7 hours longevity. The first hour and a half above average projection. Okay, above average for the first hour and a half. Seasons, it's all year around. You can use it all year around. It's fresh and a little bit deep in the same time, but you can use it. It's very versatile. You can use it all year around. Same as Dior Sauvage Eau de Parfum. They are really very, very identical. Okay. Compliments, you will get compliments also from the ladies. You will smell very good with this one. Price, it's below $20. Okay, I got it for $15, $16. This one, $120. 10 times, okay, 10 times more. So you have the brain, you choose, okay, what you want to pay, okay. You know what you have in your wallet and you can choose. God, the mighty God, gave us brain to think. Here you buy Dior, you buy the name. Okay, here you, Maison Alhambra, they want to give you the perfume only, they don't care about the name. Here you buy the name. Okay, they told you quality, quality and ingredients. I don't care, I want to smell good and pay less. That's what I want. Okay, that's what you get with Salvo Intense. Okay, this one I will keep. I will use it only in very special occasions, and I will put the sprayer, okay, with this one. That's it, guys. Salvo Intense, a very good clone. They hit the jackpot with this one. Very good clone of Dior Sauvage Eau de Parfum. Thank you guys for watching. Don't forget to subscribe and see you around.